السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن انزلت، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ألك حاجة عند حفيدة نبينا أعينك في قضائها؟ أنا خادمة عندها. هل يمكنني لقاؤها؟ أنا في حاجة إلى هذا اللقاء. دارها لا يرد فيها سائل. أخبريها أن رجلاً في يده تمرة وأقسم على زوجته أن يطلقها إن هو أكل التمرة أو ألقى بها، وهو حقاً لا يريد أن يفعل، فماذا يفعل؟ يأكل نصفها يا أبا عبد الله. صلى الله على جدك الأمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا، تفضل يا ابن العم. والله ما إن رأيتك حتى تنفست هواء مكة ورأيت نفسي وأهلي في شعب. ومكة تشتاق إليك وإلى أهلك الطيبين الطاهرين. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.